صدام حسين يصغي للأم في حزب البعث. والله مرة واحد يمكن ساعتين حكى وحدين يمكن ساعتين. أمي ما يبين. وأنا قاعد في صفه كل ساكت بالورقة. سكت لهذا سكت لهذا يقول لي أنت سكت. صدام حسين يطي ديمقراطية للبعثيين ما يتحرش بيهم. نعم. وأي بعثي ويا صدام هو زعيم مثله. مع تقديره هو لصدام واحترامه لصدام. صدام لم يكن دكتاتورا في الحزب، كان دكتاتورا على غير الحزب. في الحزب مو دكتاتور. ولهذا جيب لي بعثي شتم صدام. لحظة بينما طارق عزيز يشتموه.